شايف كولر ممكن يعتمد طريقه ثالثه في مواجهه الاهلي مع ريال مدريد؟ قطعا. هو انت كل مره لما بتكون متواجد في, في, في يعني كارلو انشيلوتي مسك النادي الاهلي وقعد ان هو يذاكره ويشوف ده بيعمل ايه وده اسمه ايه وده تحركاته ايه, وبدا يجيب اكبر اللعيبه اللي موجوده فينيسيوس, وبدا يجيب توني كروس ولوكا مودريتش, وبدا يقعدهم. شفتي انت ابتسمت ازاي؟ طبعا بدا يقول له ده تحركاته كذا. والجمله بتاعت حمدي فتحي ان هو يطلع, حمدي فتحي احنا عارفين الجمله الشهيره اللي بتتعمل ان هو بيطلع يستنى يشوف المساحه فين عشان يبتدي يجري فيها في خط الدفاع بتاع الفريق المنافس يعني. فاكيد طبعا هو ذاكر الكلام ده وعارف يا جماعه خلي بالكم الراجل رقم 8. فبدا كولر يعمل حاجه جديده وان هو يحرك حسين الشحات من مكانه, هيبتدي برده كارلو انشيلوتي يتفرج على ده ويتفرج على ده ويقول لهم الناس دي بتتحرك. ولكن عمره ما يعني مش مثلا يقول لهم يلا احنا هنلعب بالطريقه الفلانيه, لا, الفريق اللي قدامك بيلعب بانهي طريقه. انا عايزاك بقى تبتدي النهارده تروح كده هناك كده. ايوه بالظبط, بما انك سخن يعني فيلا بقى يلا بقى تروح هناك كده وقول لنا مراجعه ليله الامتحان لماتش الاهلي وريال مدريد. برشام بقى بالمره معاك. انت عايز حد يحل؟ حل. لا مش عايز الحريفه بقى خلاص. انا ما احنا عايزين بقى نبدا احنا مباشره. يلا احنا عايزين نبدا بقى. خلينا نقول في البدايه هي صوره يعني بتدعو للكثير والكثير من الفخر. احنا بنشكر النادي الاهلي اللي جابنا ووقفنا الوقفه دي ان احنا بنلاعب نادي ريال مدريد. انت في مستوى وفي ليفل تاني خالص في مباراه رسميه, ودي يعني دي الفكره, مش مساله مباراه وديه او الكلام ده كله, لا, انت بتتكلم في مباراه رسميه العالم كله قاعد بيتفرج عليك ده بشكل كبير. خلينا نقول في البدايه ان الراجل ده مضغوط عليه ضغط كبير جدا. وخليني انا اسالك سؤال في البدايه, هو انت بالنسبه لمباراه ما بين الاهلي وريال مدريد مين اللي عليه الضغوطات الاكبر لازم يفوز, اللي لو خسر هتبقى ازمه كبيره؟ مين؟ ريال مدريد طبعا. طبعا لو احنا قلنا الكلام ده نبقى احنا بنقول اي كلام وخلاص. فهو ريال مدريد مطلوب منه, وريال مدريد بيعيش فتره من اصعب الفترات, والراجل ده متحمل الكثير, اوكي, لانه هو دلوقتي في فرق كبير ما بينه وما بين برشلونه, وصل لثمان نقاط. الراجل ده خسر الكلاسيكو في السعوديه لحساب برشلونه, والراجل ده حتى الان المباراه اللي فاتت عمل حساب كبير جدا للنادي الاهلي, بس احنا بنستحي او بنخاف يعني ان احنا نقول الكلام ده. لا, احنا فعلا اتعمل لنا حساب كبير جدا جدا. وبالتالي الراجل ده ريح توني كروس, ريح لوكا مودريتش, ودي الاسلحه الاساسيه اللي موجوده عنده في نص الملعب. وايضا كان عنده ديفيد ألابا كان متواجد على الدكه لسه راجع من الاصابه, وهو اصلا عنده مشكله في الباك ليفت, وده اللي احنا هنتكلم عنه في التكتيك. ربنا يكتر مشاكلهم يا رب. يعني بالظبط. لا يقدر على القدره اللي ربنا. ايوه. عارف يا شريف, كمان الراجل ده لو خسر ماتش الاهلي مش موجود. ممتاز. بس حقيقي خلينا نقول من هنا اللي هاخد من كلامك ده ممتاز جدا جدا, هو عارف اللي جاي يا جماعه. ما ينفعش ريال مدريد تحت اي ظرف يخسر من النادي الاهلي ويخرج من البطوله ده. ليه؟ لانه في عام 2012 تحديدا كانت في مباراه في نهائي كاس العالم للانديه ما بين كورينثيانز البرازيلي وما بين فريق تشيلسي. تشيلسي خسر المباراه دي 1-0. الصحافه الاوروبيه اكلت وش تشيلسي ساعتها وقالت وصفته بالعار على الانديه الاوروبيه, لان هم شايفين انه في جاب كبير جدا خصوصا على مستوى الانديه, يعني ربما على مستوى المنتخبات. انت بتتكلم في منتخبات لاتينيه مرعبه, لكن على مستوى الانديه فدي يعني حاجه كبيره. فدي هتبقى وصمه عار كبيره جدا في جابين ريال مدريد بشكل عام والصحافه يعني, ومش هيكمل. تخيل معايا كده, انا مجرد تخيل يعني, انا تخيل لو الراجل الطيب ده كان سبب, اوكي, في انه يقال واحد زي تاكيس جونياس, زي جوزفالدو فيريرا, زي كارلو انشيلوتي, يعني خلاص احنا مش عايزين حاجه, احنا قفلنا الكوره خلاص, احنا مش عايزين اي حاجه. وبالتالي الراجل ده عليه ضغوطات كبيره جدا جدا جدا. والناحيه الثانيه عايز افكرك بس انه نفس السكواد اللي بيلعب بيه حاليا مارسيل كولر هو نفس السكواد اللي كان متواجد في نهائي افريقيا وخسر المباراه بظروفها امام الوداد, خسر ايضا الدوري لحساب نادي الزمالك, وخسر الكاس لحساب نادي الزمالك. هو نفس السكواد, مفيش ولا لاعب زياده, مفيش ولا لاعب محترف دلوقتي في السكواد ده حاليا دلوقتي يعني زياده اتضاف على الفريق. فده بيبين لك ان هي نفس العجينه اللي هو شغال بيها, هو عمل بيها نفس الادوات, عمل بيها طبخه ثانيه مختلفه, عقليه مختلفه. خلينا نقول بنتكلم على مين افضل مدير فني في العالم, مين افضل مدير. هنقول مثلا بيب جوارديولا, مهما كان بيروح في أي مكان في الدنيا بيجيب صفقات نارية وأرقام كبيرة جدا وحاجات كتير, وضع طبيعي. الراجل ده لحد النهاردة ما جابش
صفقات من وجهة نظره. فدي أول حاجة بشكل كبير جدا في المباراة، ودي أوراق المباراة أو معطيات المباراة. خلينا نروح للصورة اللي بعد كده. دي غيابات ريال مدريد. ريال مدريد غايب عنه كريم بنزيمة، وكريم بنزيمة هو يعني إحنا بنتكلم على روح وشخصية ريال مدريد.